كريم برضو عايزين نتكلم عن المباراة امبارح، شفتها ازاي؟ طبعا المباراة ربما يعني من الناحية الفنية ما كانتش أفضل شيء سواء من النادي الأهلي أو من نادي الوداد، لكن أعتقد إن أفضل شيء ممكن نفتكره دايما في المباراة دي بداية من الدقيقة 60 أو 62 لما قرر مارسيل كولر إنه يعمل قرارين، تدخل مرتين بشكل أكثر من رائع. واحد، عمل تغييرين، نزل عبد القادر ونزل قفشه وقلب طريقه اللعب ل 4 2 3 1، واول ما لقى طبعا نادي الوداد طول ما هو متقدم 1 0 عندهم ادرينالين غريب وبيضغطوا بشكل قوي جدا، وفعلا منعونا ان احنا نخترق من العمق ونلعب لعبنا العادي. على طول النادي الاهلي تحول للعب الكرات الطوليه، وقدر احمد عبد القادر بسرعاته يتحصل على ضربات ركنيه. اول ما بدانا نتحصل على ضربات ركنيه بدا يبقى عندنا مخالب هجوميه، وبدانا نهدد مرمى الوداد، وبدانا نغير الشكل. شفنا الشوط الاول ده كان اول تدخل شايفه منه ممتاز جدا، وجي منه الهدف. بعد الهدف قمه الروعه في سحب احد لاعبي الهجوم وادخال رامي ربيعه عشان يقفل منطقه الجزاء، عشان طبعا خلاص الوداد مش هيهاجم من العمق، هيروح على الطرف ويرمي طويل الكرات العرضيه او الكرات الطوليه، لان خلاص الوقت بيضيع منه وهو عايز هدف عشان يوصل المباراه لركلات ترجيح. فانا شايف ان مارسيل كولر تعامل بشكل ممتاز جدا 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 مع الوضع في الشوط الثاني، خصوصا ان احنا جينا في وقت حسينا ان احنا عايزين محطوطين في مصيده مش عارفين نخرج منها. الوداد لعب بتاكتيك معين وشدونا للجيم العصبي، واحنا طبعا عارفين وانس ان هم جابوا الهدف التقدم احنا مش هنلعب كوره، خد بقى قنابل صوت، خد قنابل دخان. وطبعا عايز اتكلم عن موضوع قنابل الصوت ده في الشوط الثاني، امر بصراحه انا ما فهمتش ازاي المراقب سمح بيه، وما اعتقدش مش عارف يعني ممكن يكون الجماهير طبعا احنا عندنا درايه بقنابل الدخان والشماريخ اللي بتعمل الغمامه الكبيره دي اللي بيوقف عليها الماتش. لكن قنابل الصوت مع بدايه الشوط الثاني بدات تترمي ورا محمد الشناوي، فوضع بصراحه كان صعب للغايه، وصوتها قوي جدا، ويعني صوتها اصلا في التلفزيون قوي جدا، ما بالك بداخل الملعب. فاعتقد برضو اللعيبه كان واضح جدا ان هم متجهزين لمثل هذه الامور. نفسية. طبعا اتكلمنا في هذا الامر، الجزء النفسي ده كان مميز جدا جدا للعيبه في الشوط الثاني، وواضح جدا جدا ان هم يقدروا يتعاملوا مع هذا الامر. وكمان بصراحه بشيد باللي حصل مع اللعيبه ما بين الشوطين، لان اللعيبه بعد هو ده الهدف الفرق. على فكره بيومي فؤاد ده جامد قوي والله مش بهزر. لا بيومي جامد. اوكي قال لك انا عايز اعرف ايه اللي حصل بين الشوطين بمناسبه يعني الكلمتين اللي انت قلتهم دول. وقال لك كان معايا كابتن سامي فرد عليه، قال له يعني ان احنا، قال له طالبنا ان احنا يا جماعه نلعب كورتنا العاديه من غير اي حاجه خالص. اتفضل. هو طبعا واضح جدا جدا بين الشوطين حصل شيء وتدخل فني واعتقد نفسي، الدكتور النفسي معاهم، ان في نهايه الشوط الاول احنا كان عندنا بعض العصبيه وبعض النرفزه كانت واضحه جدا في ادائنا. اول ما دخلنا اوضه لبس وخرجنا الوضع اختلف. اختلف تماما، يعني حاولوا يستفزوا محمد تماما كتير قوي. صحيح، وهو مسك نفسه بقى. صحيح. الشوط الثاني بصراحه احنا مسكنا نفسنا، وكمان كان واضح ان الشوط الثاني متقسم. الشوط الثاني تم تقسيم طبعا ان احنا هنلعب ربع ساعه او 20 دقيقه بالشكل ده، وهنزل قفش وهنزل قفشه وعبد القادر وهنعمل كذا بدري. وبالتالي انا شايف كان في سيستم واضح للعب في الشوط الثاني، وبناء على خيبك يا كابتن اسلام النقطه اللي قالها ثابت، ربنا سبحانه وتعالى ساعات بيجازيك ان انت اشتغلت وعملت اللي عليك بالظبط. ربما ان الهدف ما يجيش يعني ايه مش بالشكل اللي انت كنت متخيله. لا خلال برنامج البيت الكبير قبل المباراه شكرنا اللعيبه وقلنا لهم اعملوا اي يعني خلاص مش محتاجين منكم اي حاجه غير ان احنا نكسب ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونكسب. لو لا قدر الله ما كسبناش اعملوا اللي عليكم كلنا هنطلع نسقف لكم. انا لو كانت لا قدر الله كنا خسرنا امبارح بعد الشكل اللي احنا ظهرنا بيه الشوط الثاني ده تحديدا او المباراه او البطوله بشكل عام، انا كنت هطلع اسقف للاعبين. ووضع في اعتبار برضه نقطه مهمه جدا تؤكد الشغل اللي اتعمل من الجهاز الفني والجهاز الفني بالكامل، ان اللياقه البدنيه للعيبه النادي الاهلي للمره الثانيه على التوالي بتتفوق على نادي الوداد سواء ذهابا او ايابا. احنا مفنشين المباراه كفتنس وكاداء بدني افضل بكتير من اداء النادي. 3 4 اجوان. نعم كنت تقدر تجيب 3 4 اجوان بس ده على الاقل جونين، ده احنا يعني لو بشويه تركيز كنت، بس الحمد لله على كل شيء مش طبعا. مشكله، لكن عايزين برضو نقول ان برضو الجهاز الفني قدر ان هو يوصل اللعيبه لحاله بدنيه فوق الممتازه. ايوه لعبوا وبنلعب فريق بطل طبعا، فريق مش قليل، فريق من الوداد يظل فريق كبير، وبنقول لهم طبعا اكيد هارد لك، واكيد اكيد بعد كده هنتقابل كتير يعني كتير في الماتش الجاي ان شاء الله.